كل ما حضرتك تناولتيه من عناصر بيتم اشتراطها. فاولا يعني بمجرد دخول الوزير للرئاسه العامه بيعرض بيانه، هذا البيان بيحمل رؤيه شامله حول ما تم على مدار الفتره الماضيه وحول ما يتطلع الوزير لتحقيقه خلال الفتره المقبله. واذا اخذنا جلسه وزير قطاع الاعمال العام كمثال، كان هناك ردود افعال متعدده، اولا من يحاول ان يستجدي معلومه، من يهاجم حتى سياسه معينه اتخذها الوزير لده وقع بعينها، هناك من يعرض بعض البيانات، الساده الزملاء من النواب يعرض بيانات خاصه ببعض الوقائع او الشركات بعينها حول وضعيه هذه الشركات وحول ما تعانيه. البعض وجه انتقاد حاد طبعا بتصفيه بعض الشركات او السعي نحو تصفيه شركات اخرى وحول وقائع واوضاع هذه الشركات والدفع نحو وضروره انتهاج وزاره القطاع الاعمال العام للاعتماد على التطوير والسعي نحو الارتقاء بهذه الشركات قبل اتخاذ قرارات بعمليه التصفيه اللي بيشعر بعض النواب انها في كثير من الاحيان من الممكن ان تكون فيها ظلم شديد بالذات للعمال والعاملين.